في قصيدة عبد الله كتبها الغادة من حبة يعني من قبل ما يتجوزوا. صحيح. والحقيقة ان هو عمره ما سمعها لها. وغادة جاية الحلقة وما تعرفش ان في هدية قصيدة لها مخصوص قبل ما نتجوز. احلف او المصحف. انت طبعا مستغربه بعمل الحاجات دي امتى وازاي. ده غير ان هي عبد الله ايام ما كانوا مخطوبين، بس لسبب ما هو قال لا انا مش عايز اقولها لها دلوقتي، وبعدين قرر ان هو يقدمها لها هديه على الهواء وتبقى زيها زينا كده نسمع القصيده اللي هو كاتبها لها. اتفضل يا استاذ عبد الله. قلت مش قلتلك هيجي يوم وهتعرفيني، سيبيني اقولك حاجة فيا وصدقيني، انا جاي اعرف نفسي بيكي، انا بقولك انا اللي ليك انا روحي فيكي، انا بحبك، انا النهاردة بعترف قدامك انتي بتخطف، حلمي ملامحه بتتوصف وانا بين ايديكي، ده انا اللي بيكي بتعرف وسنين حياتي بتختلف، انا اللي قلبي له الشرف انه يلاقيكي، وانت الاميره اللي عايشه في القصص، حواليكي دنيا وناس كتيره والحرس، وبيكي بتحدى البشر علشان هوانا ده قدر، من غيرك انت مين قدر يعرف حقيقتي، ملاكي انت ودنيتي انت حبيبتي. كله من ده يا غادة، كل يوم هيصبحك لا بقصيدة. لا 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 دي جميلة أوي. الحمد لله. يعني عادي بقى أسيب الحمام والأكل والحاجات دي. لا اعمل اللي أنت عايزه. طب اعمل اللي أنت عايزه. إذا خلاص بصي والله العظيم طيبة أوي. اعمل اللي أنت عايزه. بتضحك عليها بكلمتين. والله لا اعمل اللي هو عايزه خلاص. يعني مش مهم الحمام يتغرق، القهوة تتدلق، مش عادي. يعني مش مهم أنت الإصابات أنت فنانة. الإصابات دي ماليش ذنب فيها والله. إيه؟ الإصابات دي ماليش ذنب فيها، دي غباء آخرين، حوادث قضاء وقدر، سوء تصرف.